هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الذي يبدأ الآن على شاشة النيل الأخبار. تصعيد مستمر تشهده الساحة السورية بدأت تتسارع وتيرته في الأيام الأخيرة على الأرض بعد أن فشلت محاولات فرض هدنة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين واللجوء إلى الحل السياسي. رفض مشروعي قرارين فرنسي وروسي في مجلس الأمن لوقف القتال في حلب يزيد الأمور تعقيدا ويجعل من سوريا مسرحا لتصفية الحسابات بين الدول العظمى ويجعل منها قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة. تطورات العملية السياسية في سوريا بعد رفض مشروعي القرارين الفرنسي والروسي. ما هو مسار العملية السياسية في سوريا بعد رفض القرارين لوقف إطلاق النار في حلب؟ هل تتحول التوترات السياسية بين موسكو والتحالف الدولي إلى تصعيد عسكري أكبر في سوريا؟ وهل تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لحرب استنزافية طويلة المدى في سوريا؟ كل ذلك وأكثر نجيب عليه في هذه الحلقة مع ضيفنا في استوديو النيل والمشهد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. مساء الخير دكتور رائد، وأهلا بحضرتك معنا. واسمح لنا قبل أن نبدأ في حوارنا أن نخرج إلى تقرير نتعرف فيه على تفاصيل أكثر عن مجريات الأزمة السورية الآن. يبدو أن الأزمة السورية المشتعلة منذ أكثر من 5 سنوات باتت عاصية على أي حل، فبعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي لوقف الأعمال القتالية في حلب، وذلك بعد استخدام موسكو حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي لوقف أعمال القصف، تواصلت المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام في مدينة حلب بشمال البلاد في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي. وفي رد على استخدام روسيا حق النقد ضد مشروع القرار الفرنسي، أعلنت باريس على لسان وزير خارجيتها جون مارك إيرلو أنها تعكف على إيجاد سبيل يمكن ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في جرائم حرب تقول فرنسا إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب. فالأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب ما زالت تشهد اشتباكات على محاور عدة تركزت بشكل خاص على حي بستان الباشا بوسط المدينة وحي الشيخ سعيد بجنوبها وحي الصخور وقرم الجبل في شرقها، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عزمها تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى قاعدة عسكرية دائمة. وتعد مدينة حلب جبهة القتال الأبرز في النزاع السوري والأكثر تضرراً منذ اندلاعه، ودفع سكانها ثمناً باهظاً للنزاع بعدما باتوا مقسمين بين أحياء المدينة التي يقتل نحو 1,200,000 شخص في أحيائها الغربية وأكثر من 250,000 في أحيائها الشرقية التي تشهد الأوضاع فيها تدهوراً، وذلك بعد انهيار هدنة تم التوصل إليها بموجب اتفاق أمريكي روسي في سبتمبر الماضي، وتصاعد التوتر بين الطرفين منذ ذلك الحين. وأعلنت الولايات المتحدة على إثرها تعليق محادثاتها مع روسيا حول سوريا. مشاهدينا الكرام بالدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتور رائد، بداية ما هو الفارق بين مشروع القرار الفرنسي ومشروع القرار الروسي واللذين تم تقديمهما إلى مجلس الأمن؟ أشكرك شكرا جزيلا. في البداية يعني كلا المشروعين قدما بناء على يعني كان بناء على ما سبق من مذكرة تقدمت بها روسيا لإدانة ما يسمى وما يتسمى بحادث تفجير السفارة الروسية في دمشق. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول حلفائها أوقفوا هذا البيان، كان بيان إدانة ليس قرار. هذا الفرنسيين مدعومين بالغرب، مدعومين بالولايات المتحدة الأمريكية، تقدموا مشروع بوقف العمليات العسكرية كافة في سوريا. في نفس الوقت هو يشابه الروس، يعني شابه القرار الروسي أو البيان الروسي، إيقاف العمليات العسكرية. الاختلاف كان إيقاف العمليات العسكرية الجوية الروسية تحديدا في سوريا. بالتالي البيان أو مشروع القرار الروسي لا، إيقاف كافة العمليات العسكرية بشكل واضح.
إدخال مساعدات برعاية الأمم المتحدة هذا الفرنسي. الروسي إدخال مساعدات عسكرية مساعدات إنسانية برعاية دولية وليس الأمم المتحدة. هناك فارق. رعاية دولية معناها إنه النظام السوري ممكن يدخل في الموضوع. الحكومة السورية ممكن تدخل لأنها جزء من منظومة دولية والأتراك وما إلى ذلك. هذا الفرنسي. القرار الروسي كان واضح إنه عادة عملية تنظيم ما يسمى بالمعارضة. الهدف من هذا المصطلح هو التسمية الصحيحة، بمعنى أن جبهة النصرة هي جبهة إرهابية. الفرنسيين لا يريدون ذلك، لأن الأمريكان يدعمون بطريقة أو بأخرى، طبعا الأمريكان ودول الخليج، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية، أنه لا يمكن أن نسمي جبهة النصرة ككيان أو كجزء من جزء إرهابي. المشروع القرار الروسي كان واضح أنه إجراء عملية إيقاف شامل للعمليات العسكرية ثم الجلوس على طاولة مفاوضات بهدف إجراء إعادة ترتيب لشكل العلاقة ما بين الحكومة السورية متمثلة ببشار الأسد وما يسمى بالمعارضة مع تحديد مسمياته. القرار الفرنسي لا، أنه لا بقاء للرئيس بشار الأسد وإجراء انتخابات، إجراء عملية يعني إجراء عملية تغيير سياسي مدة مرحلة انتقالية 6 أشهر ثم سنة، ثم من حق الرئيس بشار الأسد دخول الانتخابات الرئاسي إذا أراد أن يرغب. ده القرار الفرنسي؟ هذا القرار الفرنسي. قال إنه من حق الرئيس بشار الأسد. لا الروسي هو اللي قال طبعا. الفرنسي لا، لا مجال لا بقاء لبشار الأسد بشكل واضح. ولهذا جان يحدث خلط يعني يعني القرارين متفقين في فكرة إنه وقف العمليات الجوية، ولكن يختلف الفرنسي عن الروسي فإنه يطلب وقف العمليات العسكرية الروسية فقط، أما الروسي فيطلب وقف العمليات العسكرية بشكل كافة. ولهذا هذا السبب الذي دفع الكثير، حصل لبس عند الكثير حتى في دول الخليج، إخواننا في الخليج العربي حصل لبس. لماذا مصر أيدت القرار الروسي لم تؤيد القرار الفرنسي؟ لأنه تتحدث عن مجمل المشهد وليس مشهدا منفردا، يعني تتكلم عن مشهد متكامل في الصراع. طبعا الروس هم ليسوا يعني هم لا يبحثوا عن مصلحة سوريا، هم يبحثوا عن مصالح أكبر من ذلك. يعني حتى وإن كان مشروع قرارهم مشروع قرار يبدو بشكل عام مقبولا لإيقاف نزيف الدم في سوريا وفي حلب تحديدا، لكن هو ليس في النهاية يعني ليس في النهاية كما يتوقع الكثير بأنه هو من جانب الشعب السوري. طيب أنا عايز أتوقف دكتور رائد عند نقطة تصويت مصر، يعني البعض لام مصر على تصويتها لصالح القرار الروسي، يعني كيف يمكن أن تلام مصر على موقفها الذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة سوريا وإنقاذ المنطقة والعالم العربي من مخطط التفتيت المعلن على الملأ والذي يضرب دولة تلو الأخرى؟ أنت أتعلم بأن القرار الفرنسي أو مشروع القرار الفرنسي كان يضع المناطق التي سيطر عليها داعش والمناطق التي سيطر عليها الحكومة السورية والمناطق التي متنازع عليها مع جبهة النصرة، وضعها على شكل كانتونات، بمعنى فرض الأمر الواقع وهو تقسيم الدولة السورية. أوروبا قائل يقول طب نحن ندافع عن نظام الرئيس بشار الأسد. حقيقة مصر لا تدافع عن أنظمة، مصر تدافع عن كيان دولة. صحيح، كيان دولة بمعنى كيان دولة. السيناريو الغريب الذي لا يفهمه الكثير أنه مصر تقرأ بشكل واضح أنه الغرب باتجاه أفغنت سوريا. نفس السيناريو بالضبط. إذا تذكر جيدا في عام 79 لما حصل الاجتياح الروسي السوفيتي آنذاك لأفغانستان، حصل هذا النزاع، هذا الاشتباك ما بين الأمريكان من جهة وما بين في جزء الأمريكان بدأوا يؤيدوا ما يسمى ب حركة طالبان في ذلك الوقت، ثم خرج من بعدها من رحمها شباب المجاهدين، ثم حركة تنظيم القاعدة، ثم إلى ذلك إلى ما إلى ذلك. أفغانستان كانت تؤيد في ذلك الوقت الدولة الأفغانية. من التي كانت تؤيد الدولة الأفغانية؟ مصر؟ سوريا، روسيا. روسيا كانت تؤيد بقاء الدولة الأفغانية. بقيادة محمد زياد بري. بقيادة قيادة الحكومة الأفغانية التي كان في وقتها مدعومة من إيران أيضا. إنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية على علاقة جيدة بإيران، فلهذا دخل السوفيات
هذه قصة طويلة، لكن القصة الأساس أنه أي إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نفس المصير لسوريا، تدعم جبهة ما يسمى بجبهة النصرة بهدف تفتيت الدولة السورية، ثم الوصول إلى مرحلة ما يسمى بالأمر الواقع، وهو أنه سوريا تقسم، وإن لم يكن تقسيما يعني جيوسياسيا، تقسيم على الخرائط، لكن جيوسياسيا هو مقسمة. طيب من منطلق هذا يأتي موقف مصر. واضح كان موقف مصر بأنه لا يمكن أن يكون السيناريو الفرنسي الغربي الأمريكي صالحا اليوم بتطبيقه على الأرض. القرار الأول والأخير بيد الشعب السوري، والشعب السوري هو من يستطيع أن يجد صيغة للحل إذا ما جلس أبناء سوريا الحقيقيون. إحنا الآن نتحدث عن جبهة النصرة أو تنظيم داعش، كلهم دخلاء من العراق ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن ذئاب مشتتة جاءت إلى سوريا. يعني هم ليسوا أبناء البلد، فمن ليس من حقهم كما يعطي القرار الفرنسي أو مشروع القرار الفرنسي الحقيقة لهؤلاء أن يتدخلوا أو أن يكونوا جزء من العمل السياسي. الروس رفضوا هذا الأمر، وهذا كان هو السبب الذي دفع مصر لتأييد هذا القرار، لأن مصر تنظر إلى الدولة السورية كدولة سورية، تنظر إلى رئيس الوزراء، تنظر إلى مؤسسات الدولة السورية، الحفاظ على كيان الدولة السورية، منعها من التقسيم والتفتت. الحفاظ على سلامة المنطقة بشكلها العام، لأن تفتيت سوريا سيأتي بالنهاية إلى تفتيت، يعني هو في النهاية ليس قرار لصالح سياسة روسيا، هو قرار لصالح الدولة الوطنية السورية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاختلافات في اختلافات وجهات النظر ما بين الدولة المصرية والدولة الروسية، لا اختلافات وجهات النظر، يعني الأخوة، أنا حتى كنت أتكلم بعض الأخوة في الخليج العربي، في المملكة العربية السعودية تحديدا، أنا كنت أقول لهم بشكل واضح، إذا كنتم تعتقدوا بأن هناك مشتركات كبيرة ما بين المصريين والروس، المشتركات بينكم كمصريين وسعوديين أكبر بكثير. هناك الاتفاق على نقاط مهمة جدا وحيوية وأساسية. انظر اليوم روسيا التي، يعني روسيا نعم لديها دعم أو تدعم الدولة المصرية، طبعا ليس دعما فري، ليس ببلاش، لا أعتقد أحد بأن هناك دولة تدعم دولة ببلاش، لا طبعا، هو حتى يعني العرب نحن هو تعاون مشترك ندعم أكثر ندعم منه بعضنا دعم يعني. الحقيقة بشكل واضح اليوم بوتين في 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 تركيا في نوع من إعادة الحياة أو قبلة الحياة إلى الدولة التركية المتهالكة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، في الصيف الماضي عادت قبلة الحياة مرة أخرى إلى الدولة التركية، وهذا دليل على أن هناك اختلافات كثيرة ما بين الرؤية المصرية والروسية. المشتركات الأكبر ما بين المصريين والعرب بشكل عام، هناك مشتركات كبيرة جدا، أما وأن نظرة الأخوة في الخليج العربي إلى أنه عدم بقاء بشار الأسد، بقاء الحال على ما هو، بإبقاء المعركة وبقاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، هذا غير مقبول في الأجندة المصرية لسبب واحد، لأنه الأساس هو عدم إعادة سيناريو العراق. العراق الذي هو أقرب السيناريوهات التي نشاهدها اليوم، دولة شبه دولة محتلة من قبل تنظيمات إرهابية، سوريا أيضا دولة محتلة من قبل تنظيمات إرهابية قولا واحدا. إن اختلفنا أو اتفقنا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في كل دول الخليج العربي، نعم سوريا محتلة من قبل تنظيمات إرهابية، يجب أن تكون المسميات واضحة للجميع، ما مسمى بالجبهة المعتدلة وجبهة النصرة وحرم طيب يعني الشام والجيش الحر، هذه كلها في النهاية أسماء تحمل سلاحا خارج حدود السلطة. طيب هو في نهاية الأمر القرارين يعني فشلا، لم يتم تمريرهم لا الفرنسي ولا الروسي، وده يعني بيخلينا نتساءل عن موقف مجلس الأمن الذي يعني نعتقد أنه في كل مرة يصدر هكذا قرار أو يمرر هكذا قرار أو يخرج مقترح لقرار مثل هذا أنه حيفشل. شوف المعركة في سوريا هي ليست كما يعتقد البعض، يعني هي معركة ما بين قوى مسلحة تحمل سلاحا خارج نطاق السلطة، هذا ليس عيبا، يعني أنا أرجو فقط، لأنه أنا أستاذ علم سياسية لا يمكن أن أقول غير ذلك، هناك جهات تحمل سلاحا خارج نطاق السلطة، سميها معارضة، سميها معارضة معتدلة، الآن سميها ما شاء، وهناك جزء آخر يسمى بالدولة، السلطة معترف به دوليا، تتعامل معه الدول، لديها تمثيل دبلوماسي مباشر مع
هذا الكيان. الآن هذا الكيان إرهابي قاتل مجرم، هناك محاكم دولية هي التي تحاكمه. احنا متفقين على هذا. الحقيقة انه الصراع ليس هكذا، انه نظام وسلطة ومعارضة مسلحة. لا، هو صراع دول. طبعا صراع دول كبيرة، صراع مو عسكرين. اليوم نشاهد الفصل الثاني من الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا. هذا الفصل الثاني اليوم. السبب كل هذا هو ليس تغيير نظام دكتاتوري بحثي، لا. أو ليس هناك طلب للحرية وثورات ربيع عربي وما. الهدف الأساس هو تأمين خطوط إمداد الغاز إلى أوروبا. الدعم الروسي لسوريا ليس مجانيا، وليس هدفه البقاء على نظام الرئيس بشار الأسد. دعمه لأن إيقاف أو الحصول سيطرة على سوريا الممتدة سواحلها باتجاه سواحل البحر المتوسط اللي تملك طبعا مشتركة ما بين إيران، ما بين مصر، دولة الكيان الإسرائيلي، لبنان وسوريا. هذا الشاطئ الممتد الكبير يحتوي على أكبر مخزون غاز في العالم مكتشف. الغاز يعني سيتأخر نظومه قبل يعني سيتأخر كثيرا، بترول سينضم أولا. السيطرة على سوريا، السيطرة على هذا الـ هذا الـ هذا الممر، هذا الممر الآمن. ولهذا كثير من الناس يعتقد يعني لماذا قطر تريد زوال نظام بشار؟ قطر دويلة بقياس العلوم السياسية، وهذا ليس عيبا في الأخوة في قطر، ليس عيبا في الدولة، هو تصنيف سياسي، هو تصنيف سياسي. هي دويلة عبارة عن دويلة صغيرة موجودة في الخليج العربي. لماذا هذه الدويلة الصغيرة ترمي كل بإمكانياتها نحو، لأنه هذه الدويلة هي واحد من مصدري ومنتجي الغاز في العالم. عملية السيطرة على سوريا، أو على الأقل عملية إيجاد نظام يتبع بالولاء للقطريين أو الروس، هذا سيؤمن هذه الإمدادات من الغاز إلى أوروبا. جميل جدا. إذن هي حرب ما بين معسكرين يا دكتور رائد، المعسكر الروسي والمعسكر الغربي، وكلاهما يريد تأمين خطوط الغاز. في هذه الحالة بتتوقع أن تستمر الحرب لمدة طويلة، أم يعني يخرجوا باتفاق سريعا للانتباه بعد ذلك إلى هذا التأمين الذي تتحدث عنه؟ لا، شوف، السيناريو الأسوأ اليوم في سوريا هو أن يبقى الحال على ما هو عليه. نعتقد بأن كلا الطرفين لن ينتصر بالمعركة، لأنه الأمريكان بدأوا يعني حادث دير الزور والهجوم على وتأمين جبهة النصرة، وإرسال قطعات عسكرية أو شبح عسكرية إلى سوريا عن طريق تركيا، ودعم بعض المسلحين وما يسمى بالجيش الحر. بالمقابل الروس واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران المكثف في الأجواء، العرب دول الخليج العربي، والإمداد المستمر بالأموال والسلاح وما إلى ذلك إلى فصائل معينة في سوريا. المعركة طويلة. على فكرة كل المعركة طويلة. يعني النهاية ليست الآن. طيب، احنا هنتوقف عند هذه النقطة ونذهب إلى الأستاذ إلياس مراد، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين من دمشق. مساء الخير أستاذ إلياس. مساء النور، تحياتي لك ولضيفك. أهلا بك. إذن يعني رفض مشروعي قرارين فرنسي وروسي في مجلس الأمن لوقف القتال في حلب، بالتأكيد هذا يزيد الأمور تعقيدا، وتستمر سوريا مسرح لتصفية حسابات بين دول كبرى. برأيك إلى أين أو إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ أعتقد أن المقارنة بين المشروعين مختلفة يعني أو غير متلائمة. أيوه. لأن المشروع الفرنسي يريد أن يحمي الإرهابيين داخل مدينة حلب، والمشروع الروسي يريد أن يسمح أن يبعد المسلحين ويبعد الجيش السوري إلى مسافات محددة، ويسمح للمنظمات والأمم المتحدة أن تدخل، والدولة السورية أن تدخل المساعدات إلى المحاصرين داخل المدينة بعد أن يكون هناك قد ابتعد السلاح وخطر السلاح عن الإمدادات كما حصل في المرة الأولى. أما من حيث ما تحدث به ضيفك الكريم في مسألة تصفية الحسابات وما يجري فهو صحيح. هناك
صراع دولي للأسف كانت الأرض السورية هي ساحته ومساحته. لكن أنا أعتقد أنه فيما لو توصلت القوى الكبرى إلى الضغط على الرعاة الأساسيين وهم إسرائيل من جهة، تركيا، السعودية وقطر وبعض الدول الأخرى التي تدعم الإرهابيين وتمدهم بالأموال، فمسألة القتال في سوريا، طبعا الصراع يستمر، لكن مسألة القتال في سوريا عدة أشهر وتحسم، لأن الإرهابيين يفقدون في هذه الحالة ظهيرهم وسندهم، والأموال أيضا تتوقف، وبالتالي ليست لديهم مصادر، فالدولة السورية قادرة أن تجري مصالحات كبرى في المدن السورية التي يتواجد فيها إرهابيون، الأجنبي يخرج، الغريب يخرج، وابن الوطن يعود إلى حياته الطبيعية. وقد حصلت مصالحات في مدن قريبة كدارية وحمص وبعض المدن الأخرى، ويمكن أن تحصل قريبا مصالحات في بعض المناطق الأخرى، حيث يسلم الذين يرغبون من المسلحين أسلحتهم للدولة، ويغادر الآخرون إلى مناطق أخرى يختارونها هم. أما إذا كان هناك أجانب وهم غالبا ما يرفضون المصالحات، فلا بد من التعامل معهم كما يتعاملون هم مع الدولة السورية أو مع المواطن السوري، عبر إلقاء القذائف والضرب والتخريب والتدمير كما يجري في الكثير من المناطق السورية. وزير خارجية فرنسا اتهم النظام السوري باللعب بورقة التقسيم بعد سعي النظام للسيطرة على حلب، كيف ترد على هذا التصريح؟ أعتقد أن حلم فرنسا تقسيم سوريا، عندما كانت مستعمرة لسوريا هي، طرحت خمس دول في سوريا، رفضها الشعب السوري، والدولة السورية والنظام السوري بين قوسين تعبير نظام، النظام السوري أهدافه أمة عربية واحدة وليست سوريا مقسمة، هو يطمح بأن يكون هناك وحدة عربية، طبعا هذا الظرف غير متاح مثل ذلك، لكن لا أعتقد أن مثل هذا الكلام من قبل الفرنسي الذي هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل يمكن أن يمر على عاقل في هذا المجتمع الدولي أو في بين المواطنين السوريين. طيب، يعني برأيك إلى أين تتجه الأحداث الآن ميدانيا على الأرض في سوريا؟ يعني الكل يقول أنه لا يمكن حسم الموقف عسكريا ويجب اللجوء إلى الحلول السياسية، يعني هل هذا الطرح هو الطرح السليم أنه على الأرض عسكريا لا يمكن الحسم ولا مفر من وجود مفاوضات تؤدي إلى حلحلة هذا الموقف في سوريا؟ أنا وجهة نظري أنه يمكن الحل والسير في حوار سياسي وأن يكون هناك مسار سياسي، لكن من يعطل ذلك هم الذين يرفضون أن يذهبوا إلى جنيف ويرفضون أن يشاركوا في العملية السياسية ويستمرون في دعم الإرهاب، سواء الأمريكيين أو السعوديين أو الأتراك بشكل أو بآخر. الأتراك معروف أن حدودهم هي الحدود الأوسع التي يدخل منها المسلحون إلى الأراضي السورية، والسعوديون يمولون بالأموال، وأمريكا راعية وفي الأمم المتحدة وغيرها. في الجانب الآخر إسرائيل في جبهة جنوبية تقوم بإمداد المسلحين ورعايتهم واستقبالهم وإعطائهم الأسلحة. هذه دول ليست دول صغيرة تقوم بمثل هذه العملية، هي دول كبيرة وقوية. مع كل ذلك استمر الجيش السوري والشعب السوري في صموده أكثر من خمس سنوات ونصف حتى الآن، لأنه يرفض التقسيم من جهة ويرفض الإرهاب والتكفير من جهة أخرى، دفع مئات الآلاف من الشهداء من أجل أن تستمر سوريا موحدة، ويقاتل الجيش السوري في دير الزور ويقاتل في حلب ويقاتل في أي بقعة في الأرض السورية، من أجل أن لا يكون هناك قوة تقسيمية تسيطر على منطقة من المناطق في سوريا. وهنا أريد أن أقول أن حلب هي حلم الأتراك ورغبة الأتراك في التقسيم أن يسيطروا على حلب، ولذلك الضجيج الفرنسي والضجيج الأمريكي والضجيج التركي حين أطبقت الدولة السورية بقواتها المسلحة وقوات حلفائها على تطويق حلب، أقدمت على تطويق حلب وأصبح الدخول إلى المدينة من قبل القوات المسلحة متيسرا، وأصبحت تقوم بالدخول حي فحي، لجأوا إلى هذه الضجة الكبرى، وقدم الفرنسي مشروعه والولايات المتحدة الأمريكية
صعدت في هجومها على الروس وعلى سوريا، كل ذلك لأن مجموعة من المسلحين بالألاف أو بالمئات لا أدري، لكنهم يتواجدون وهم محاصرون، وربما بينهم ضباط وخبراء ومخابرات من دول غربية، من دول غربية أو إقليمية، يخشون عليهم من أن يلقى القبض عليهم ويحرج هؤلاء أمام المجتمع الدولي. طيب سيد اللس، معنا على في الهواء في استوديو الهواء الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يريد أن يسألك سؤالا. تفضل دكتور رائد. مساء الخير أستاذ الياس، كيف أخبارك؟ مساء الخير، تحياتي لك أستاذ. تحياتي لك، احنا التقينا كثير في اتحاد الصحفيين العرب، احنا زملاء. نعم، نعم. سيدي، أنا كان يعني لدي سؤال محدد دائما. ما أنتم تتحدثون عن نوع من المصالحة؟ نعم. نعتقد، وأنا جزء يعني ابن نعتقد نفسيا أنا ابن سوريا، هذا نظام عشائري قبل، في النهاية عملية القتل الذي حصل للكثير من إخواننا في سوريا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء مصالحة مع وجود الدية والدم ما بين هذه رغم أني أتمنى أنه يحصل نوع من المصالحة. تسمح لي أن أجيب؟ طبعا طبعا طبعا. أنا سأجيبك بما قاله مفتي الجمهورية العربية السورية عندما قتل ابنه من قبل الإرهابيين والإخوان المسلمين. نعم. الدكتور أحمد بدر الدين حسن ألقى كلمة وكانت الآلاف من الناس، وقال: أيها الذين قتلتم ولدي أسامحكم وأصافحكم، اتركوا السلاح وعودوا إلى الوطن. وهذا ما تطرحه الدولة مع كل الناس: تفضلوا، سلموا أسلحتكم وعودوا إلى الحياة الطبيعية، وعودوا إلى وظائفكم، إلى حياتكم، والحل هو سياسي في النهاية. من لديه الأكثرية يذهب إلى صناديق الاقتراع ويحصل ويحدد شكل الحكم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة أستاذ إلياس مراد، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، تحدثت إلينا من دمشق. دكتور رائد، يعني الحقيقة هناك أيضا يعني نقطة نريد التحدث فيها، وهي نقطة الدور العربي. يعني هناك غياب للدور العربي فيما يحدث في المنطقة، بالخصوص طبعا سوريا. أمين عام جامعة الدول العربية صرح أنه الجامعة نحيت منذ سنوات نتيجة للخلافات العربية، وشدد على مساعي الرافضة لهذه التنحية والعمل على إعادة دورها العربي في جميع المشكلات. ماذا يمكن أن تقدم الجامعة العربية للقضايا العربية في هذه المرحلة، وهل هي قادرة بالفعل على تفعيل دورها فيما يتعلق بالأزمات الكثيرة التي يمر بها عالمنا العربي؟ أنا أحيي السيد أحمد أبو الغيط، أثق به بشكل جيد، أعتقد أنه شخصية دبلوماسية متفردة في العالم العربي. الحقيقة كلامه صحيح، الجامعة العربية لم تحيد بسبب الخلافات العربية، الجامعة العربية هي التي حيدت نفسها. أنا أذكر بشكل جيد التصويت على إخلاء مقعد سوريا من مجلس الجامعة العربية، أذكر جيدا هذا اليوم، وكنت أتابعه بشكل متواصل. وأذكر أنه أحد الدبلوماسيين يعني قال بشكل واضح أنه يعني يسمح لي السيد عمرو موسى، هو من دفع باتجاه إخلاء مقعد سوريا من الجامعة. كان هذا خطأ كبير جدا ارتكبته الجامعة بحق سوريا، ليس بحق النظام. أرجو فقط الانتباه إلى النظام، أنا لأول بحق الدولة السورية. نحن نتحدث دائما عن الدولة السورية ولا نتحدث عن النظام السوري. يعني الجامعة العربية هي ليست ملك الأنظمة، هي ملك الشعوب العربية. إذا فهم الساسة والقادة في العالم العربي أن الجامعة العربية هذه ليست ملكه، هي ملك الشعوب العربية. الحقيقة أن الجامعة العربية هي التي تنحت عن دورها في سوريا، مثل ما تنحت عن دورها في ليبيا، مثل ما تنحت عن دورها في العراق. ولا أريد أن نفتح تفاتر قديمة ربما تزعج البعض. حقيقة بشكل واضح الآن ماذا يمكن أن نفعل، كيف يمكن أن تتحرك الجامعة العربية؟ بشكل واضح إعادة مرة أخرى سوريا، أو إعادة مقعد سوريا، برغم الاختلاف ربما السعوديين والقطريين والإماراتيين سيرفضوا، لكن أعتقد بأنه حكمة الأخ أحمد أبو الغيط، حكمة الأخوة في الجامعة العربية، تستطيع بطريقة أو بأخرى أن تقنع هذه الدول بعودة المقعد السوري مرة أخرى، حتى نستطيع أن نفهم هذا النظام كيف يفكر. أنا للمرة الأولى، لأول مرة من سنين طويلة، وأنا ابن سوريا قلبا وروحا وأعرفها، وما أعرفها أكثر مما أعرف بلدي، حقيقة أول مرة أسمع أنه
من له الأغلبية ليدخل الانتخابات. أول مرة أسمعها من سوري من سنين طويلة، لأنه ما كان هذا الحديث سيجرؤ أو سيحدث لولا أن الذي حصل في سوريا. معنى ذلك أنه مناخ، نوع من المناخ الديمقراطي حصل في سوريا، فربما يحصل تغيير في النظام نفسه، في شكل النظام الذي يحكم سوريا اليوم. وهذا ما نريده، بقاء الدولة وليس بقاء النظام، بقاء الدولة السورية. الدولة السورية التي لم تكن لها مديونية في العالم، لم تكن مديونة، لديها اكتفاء ذاتي من الأغذية والخضروات والمحاصيل الزراعية، وأيضا تصدر، لديها فائض كبير في ميزان الاستيراد والتصدير ما بينها وما بين الدول الأخرى، لديها رأس مال كبير جدا. هذه الدولة مهلهلة، تحتاج على الأقل إلى 40 إلى 45 مليار دولار لتقف مرة أخرى على قدميها كدولة، كدولة وليس كنظام. الحقيقة دور الجامعة العربية منحصر، إذا استطاعت أن تقنع هذه الدول وهي قليلة، قلة، بعودة مقعد، قلة ولكنها دول مؤثرة. لا للأسف، والجامعة العربية هي تعكس إرادة يعني للأسف. الحكومات العربية ليست مؤثرة. من يعتقد أن هذه الدول مؤثرة غير صحيح. في علوم السياسة لم تكن الدول مؤثرة إلا في حالة واحدة فقط، عندما تكون تشكل قطبية في القطبية معينة أو قطبية محددة، قطبية دولية، بالتالي تؤثر على مجموع باقي الدول. هذه الدول قلة، قليلة اليوم في موقفها. نتكلم عن الموقف من سوريا، من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكن باقي الدول ربما لديها استعداد، مثل البحرين، مثل الكويت التي تريد أن تنهي الأزمة، والدولة الكويتية أو الحكومة الكويتية قدمت مبالغ، راعت مؤتمرات كثيرة للاجئين. ربما عمان لديها وجهة نظر مختلفة. إذا ما استطاعت الجامعة العربية ومصر، بعض الدول العربية الأخرى، ربما العراق نوعا ما إذا دخل في الموضوع أو تدخل في الموضوع، ربما نحدث تغييرا فتعود مرة أخرى، تحصل أو على الأقل يحصل عملية ميكانيكية، ميكانيزم معين لإعادة تفعيل دور الجامعة العربية. وبالتالي الجامعة العربية أعتقد أنه هي الأقرب أكثر من الروس وأكثر من الأمريكان إلى السوريين. ربما تقنع، ربما الجامعة العربية إذا استطاعت ربما تقنع القادة السوريين أو الرئيس السوري بالتنحي أو بالتنازل أو بإجراء انتخابات مبكرة صحيحة ومراقبة دولية، إيقاف إطلاق النار، لأنها ستقبل على الأقل السوريين تدخل عربي واضح. الحقيقة الجامعة العربية هي التي نحت نفسها، اليوم عليها دور أن تعود إلى سوريا. لديها أدوات كثيرة، ربما ليست لديها، يعني ربما الأخوة في الخليج العربي هم الذين يعترضون، لكن إذا استطعنا أن نقنع السوري، الأخوة في الخليج العربي، لعودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية ثم الانطلاق مرة أخرى بمحادثات ترعاها الدول العربية، أعتقد أن المحادثات لو رأيت بحقيقة من الجامعة العربية ستكون مقبولة نوعا ما، لأنه الشركاء المباشرين، الشركاء المباشرين بالأزمة سيكونون جالسين على الطاولة، أنا أقصد دول الخليج العربي، سيكونون مباشرة جالسين مع السوريين، فبالتالي يمكن حل حالة الأزمة، يمكن أن تحل الأزمة. أما أن نترك سوريا لقرارات روسية وقرارات فرنسية وتدخل أمريكي وتدخل روسي وتدخل صيني وتدخل إيراني، معنى ذلك أنه ضيعنا سوريا. وصدقني إذا سأقول كلامي ربما كثير منا قرأه، عندما تحركت الجيوش الإسلامية إلى العراق وإلى الشام، وعمر بن العاص كان في أراضي، لم يدخل مصر، كان في الشام، فلما جاء كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا قال إذا كنت قد دخلت، لما سأل عمر بن الخطاب لماذا دخلت، لماذا لم تنفذ، قال له لو لم أحمي الشام وأحمي مصر لكان سقطت أرض السواد، سقط العراق. لما سقط العراق سقطت الشام، أو على الأقل في الطريق. ومصر تعاني ما تعاني، تعاني حرب كبيرة، حرب اقتصادية، حرب سياسية، حرب على كل المستويات. وبالتالي سوريا أصبحت العالم انفرد بهذه الدولة الضعيفة. هذه الدول الركائز، مع الاحترام لدول الخليج العربي، رب قائل يقول أن دول الخليج العربي مثل ما أحد الأخوة غرت قبل كم يوم من الأخوان على تويتر، يعني مع الاحترام لهذه الدول ومدنها وشعوبها، أنه دبي وبغداد ودمشق والقاهرة قد ذهب نجمها، ودبي وكذا وكذا، هذه هي التي هي المتسيدة المشروع، هذا غير صحيح. هذه دول، هذه مدن، حتى في علوم الاجتماع دول مدن جديدة، ليست دول مدن كونكريتية،
من المدن العميقة مثل القاهرة وبغداد ودمشق، هذه مدن ستظل يذكرها التاريخ بعد 7000 سنة. صحيح ربما سيذكر دول مثل دبي بإمكانياتها الضخمة، لكن هذه الدول لنفهم التاريخ جيدا. هذه الدول الركائز الثلاث، من غير هذه الركائز الثلاث لا وجود للأمة العربية. كل طيب المليارات يعني التي تملكها الدول العربية هذه لن تنفعها إذا ما لا سمح الله زعزع أمن هذه الدول الثلاث. كل الأطراف الفاعلة في سوريا الآن، الأطراف الدولية الإقليمية إلى آخره، تخلط ما بين الدولة والنظام يا دكتور رائد. يعني هل برأيك هذا الخلط هو مقصود أم هو عن قلة فهم أو وعي؟ لا، جزء منه مقصود، خصوصا الإعلام الغربي يربط ما بين الاثنين وهذا غير صحيح. وإحنا طبعا إعلام للأسف الشديد، وإحنا في وسيلة إعلام عربية، إعلام العربي أيضا يكرر نوعا ما يقوله الإعلام الغربي. لكن حقيقة النظام مختلف عن الدولة. الدولة معناها شعب وأرض وموارد بشرية وتاريخ وحضارة وآثار وكل هذه هي الدولة بمؤسساتها. لكن النظام مجموعة 100 200 500، قل 1000، قل ما شئت، هذا هو النظام الذي هو يدير شؤون دولة. ولهذا دول عميقة مثل مصر مثلا، دولة عميقة 7000 سنة، هي دولة عميقة. يوم أمس كانت تحتفل بمرور 150 برلمان حديث، 150 عام على البرلمان، برلمان حديث. يعني حتى لا يكون حديث، لأن هناك برلمانات في مصر قديمة الحديث، تاريخ الحديث. في القرون الماضية مصر لديها برلمان، العراق في بابل كان هناك برلمان قديم، لكن البرلمان الحديث بشكل الحديث 150 سنة. هذه في هناك دول في محيطنا العربي عمرها من 100، عمري أكبر من عمرها مع الاحترام طبعا لنا. فأنا أقصد أنه لا يجب أن لا نخلط بين النظام والدولة. نظام ينتهي بطريقة بانتخابات بانقلابات، النظام يتغير ولكن الدولة لا تتغير. دولة ثابتة، دولة سورية دولة ثابتة، دولة عمرها في الحضارة أقدم من عمر كثير من الدول الحديثة، لعلمك يعني أقدم من فرنسا، فرنسا الحالية، فرنسا اللي نتكلم عنها، فرنسا في 1450 و55 لم تكن، يعني فرنسا كما كانت اليونان أو كانت أثينا مسيطرة عليها، لكن سوريا كانت موجودة قبل هذا التاريخ، يعني قبل هذا التاريخ بمئات آلاف السنين موجودة. على العموم احنا اللي نقصد اليوم كيف نخرج اخواننا السوريين من هذه الأزمة. اخواننا السوريين من هذه الأزمة، ربما نبحث عن طوق نجاة لبشار الأسد. والله إن كان الرجل قد أجرم وقد ثبت عليه بالأدلة فليحاكم محاكمة عادلة واضحة من قبل أداء الشعب، ولا يكرر المحاكمة الهزلية التي وقعت لصدام حسين من قبل الأمريكان. صحيح شخوصها عراقيين لكن كانت أمريكية 100%. أنا حضرت بعض هذه الجلسات عندما كنت في بغداد. على العموم إذا كان مجرم حاكموه وليعاقب، مثلما فعل كثير من الدول العربية، حاكمت رؤساءها عندما أساءوا إلى شعبهم. لكن أما أن نسقط دولة بكاملها مثل سوريا هذا غير صحيح. هل تعلم أنه أكثر من 200 معمل من أكبر المعامل الصناعية الضخمة في سوريا، في حمص وحماة ودير الزور والحسكة، قد تم تفكيكها وبيعها للأتراك؟ أنا على إيدي يعني بعضها شاهدتها معي. يعني دولة، هذا رأس مال شعب، هذا ليس رأس مال بشار الأسد ولا عائلة بشار الأسد. زائلون، سينتهون. طيب يعني في نهاية الحوار يا دكتور رائد، يعني نعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الآن هناك صراع ونهاية للتفاهمات اللي كانت موجودة مؤخرا بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، ورجعنا لنقطة يمكن قديمة شوية، وهي يعني الاختلاف التام بين وجهتي النظر. برأيك ما الذي ستسفر عنه الأيام القادمة فيما يتعلق بحجم التعاون أو التنسيق الروسي الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ والآن هناك دعوة بين كيري ولافروف للقاء سريع بعد فشل القرارين الفرنسي والروسي. الأمريكان لديهم أدوات في سوريا، أدوات ضغط. الروس لديهم أدوات أقوى، يعني أدوات ضغط أقوى من الـ يعني لديهم شركاء أكثر في العمل على الأرض السورية. الأمريكان يعتمدون على الأتراك ويعتمدون على بعض دول الخليج العربي في هذا الموضوع، ويعتمدون طبعا على حلفاء لهم حتى في داخل إسرائيل، ليسوا حلفاء بمعنى الحلفاء الواضحين.
شركاء من خلف الستارة. أعتقد اليوم أنه لو حصل لقاء سريع أعتقد أنه هدنة يعني ستحصل هدنة مشابهة ليست كالهدنة السابقة، ولكن السابقة لم تصمد يعني. لا، اللي قبلها اللي استمرت فعلا أسبوع ودخلت مساعدات وخرجت ناس، أعتقد بأنه ستحصل نوع من الهدنة لمدة أسبوع 10 أيام، لكن الوضع سيظل على ما هو عليه. أنا أعتقد أنه الأخ إلياس يعني جربه الصواب عندما قال عدة أشهر، لا ستحتاج إلى فترات طويلة من الزمن، لأنه كل اللاعبين الروس والأمريكان، الأمريكان محتفظين الآن بقوتهم أو على الأقل محتفظين بعدم ضرب أي تجمعات لداعش، بينما في العراق يحاربون داعش، وبالتالي داعش لاعب قوي في الدولة الإسلامية، لاعب قوي في المشهد أكثر من نصرة الشام اللي هو جيش النصرة، لكن كلاهما كلا الدولتين سيلعمان الآن لعبة السياسة. لدينا مشكلة اليوم حقيقية عند انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فلن تكون هناك اهتمام كثير وكبير بأن تلعب الأدوار بشكلها. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه خلال أسبوعين 10 أيام ستسعى لها هدنة جديدة، ربما تستمر الهدنة نوعا ما، تتوقف روسيا في على الأقل يوقفون عمليات العسكرية أو يخففون العمليات العسكرية خلال الفترة القادمة. هذا السيناريو يعني قصير الأمد. السيناريو الطويل الأمد هو بعد الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. بعد الانتخابات أعتقد في مع بداية شهر يناير وبداية شهر فبراير ستحصل عملية أو عملية جديدة من عملية المفاوضات. أي. لكن أيضا عملية المفاوضات من يتفاوض مع من؟ يعني من سيتفاوض مع من؟ هذه الأمور يجب أن تحل قبل الذهاب إلى مائدة المفاوضات. كل مرة تفشل. ومن هم المعارضة ومن هي التنظيمات المسلحة؟ كل هذا يبقى محل خلاف بالتأكيد. هذا هو الخلاف. لو استطاعوا أن يفصل على الأقل تصنيف قوى المعارضة وتصنيف المفاوض الآخر بشكلها العام، ثم على الأقل الدخول أو الجلوس على ثوابت معينة مع وقف العمليات العسكرية من كل الأطراف. النظام السوري لديه خروقات كبيرة لعمليات إطلاق النار والتعدي بشكل مباشر، وخروقات في وأيضا جبهة ما يسمى بجبهة نصرة الشام. فكل الأطراف ربما تحتاج إلى، أنا أقول للأخوة السوريين، أليس فيكم عاقل رشيد؟ يعني دمرتم شعب ودمرتم بلد، ليس بشار فقط، أنتم أيضا وربما نحن أيضا شاركنا وساهمنا بعد أن تركنا سوريا تمر بهذا المسار. إذن يبقى الوضع معلق كما هو عليه، وننتظر يعني المزيد من التطورات فيما يتعلق بالملف السوري. شكرا لك جزيلا على هذا الحوار دكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونراك على خير قريبا. شكرا لك. مشاهدينا، بهذا بتنتهي هذه الحلقة من المشهد. غدا حلقة جديدة على شاشة النيل للأخبار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.